المركز التجاري ليس له نظام مستقل، وإنما أدرج ضمن الوكالات التجارية صادر عن 1421. ونتأمل إن شاء الله أن يصدر بالمرة خاص لعله يكون في تفسير أكثر وحكم أكثر على الناحية القانونية. لكن العقد كيف يكون إذا كان عقد 400 صفحة باللغة الإنجليزية؟ الآن المطبق هل هو مترجم للعربية؟ مع الأسف هناك تجاوز الأربع صفحات من أقول 40، ولكن أقول 4 صفحات ولا يمكن ما تغطي إلا جزء يسير. مع العلم وأكرر ثقافة الحد على التوثيق والكتابة والتفصيل، هذا بالشرع موجود. أطول سورة القرآن، أطول آية في القرآن في نهاية سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تدعيتم بدين فاكتبوا الآية. ثم لأننا غالبا عندما نزل القرآن نزلنا في ذلك الوقت وحنا ونتنقل، لذلك قال الشارع العزيز أول لما أن كنتم على سفر فرهان مخطوبة، أيضا تبيان كيف نوثق علاقتنا ببعض كتب السفر. ثم ألحق الله سبحانه وتعالى في صلب الآية: ولا تسألوا أن تكتبوا صغيرا أم كبيرا، سواء ريال أو مليون، لأن نفس الآلية أو نفس الأهمية، أهمية الإطار القانوني. وطبعا لكن الإطار القانوني يعني لا ندخل بإشكالية الشرع والقانون، لأن ما بينهم التفارق التقنين والتشريع. التشريع هو التقنين، صحيح، هو التقنين وفقا للشريعة الإسلامية أو القانون الإسلامي. ولذلك ليس غريب أو العجيب